تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وصل إلى 900 جنيه، واستمرار انخفاض أسعار الذهب في سوق الصاغة وتذبذب في أسعاره منذ الأمس وحتى اليوم بسبب حالة الترقب والانتظار لقرارات الفيدرالية الأمريكية واستقرار أسعار صرف الدولار في البنوك وأيضا أسعار العملات العربية والأجنبية. وتفاصيل أكثر في تغطياتنا الاقتصادية الآن. ونبدأ مع حضراتكم بأسعار الدولار على مستوى المحلية، حيث استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري على مستوى البنوك العاملة في مصر، وقد سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 30.75 جنيها وللبيع 30.85 جنيها، وسجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء نحو 30.90 جنيها وللبيع 30.95 جنيها، وفي البنك الأهلي الكويتي للشراء بلغ نحو 30.88 جنيها، أما البيع فبلغ نحو 30.95 جنيها. وفي بنك مصر سجل نحو 30.75 جنيها للشراء وللبيع 30.85 جنيها. أيضا أكد صندوق النقد الدولي لأنه قد يقبل اليوان الصينية لتسوية التزامات الدول معه بعد سداد الأرجنتين للديون مؤخرا باليوان. وحسب صحيفة مودرن دبلوماسي، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الأرجنتين سددت جزءا من ديونها، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار من 2.7 مليار دولار التي تستحق الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي بالعملة الصينية. وأشارت إلى أن اليوان الصيني هو أحد العملات الخمس القابلة للاستخدام بحرية، والتي يمكن للأعضاء استخدامها لتسوية التزاماتهم مع الصندوق. أيضا لا تستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة، وفي مقدماتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحولات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65%، فقد تصدرت مصر دولة القارة الإفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022، والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب تقرير للاستثمار العالمي خلال 2022. وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال 2022 نحو 11 مليار جنيها، وهو الرقم الأعلى منذ 2012. ومما دعم الجنيه أيضا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، بزيادة 35% عن العام السابق، وذلك حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة، والذي أدى إلى استقرار سعر الدولار في البنوك. كما دعم الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية خلال شهر مايو، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية، وهو ما خفف حدة الضغوط عليه وأدى إلى استقرار سعر الدولار، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة. أيضا مما ساهم في استقرار سعر الدولار أيضا القرار الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الرابع لهذا العام يوم الخميس 22 من يونيو لبحث مصير الفائدة، حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و 18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%. وأرجح البنك المركزي المصري أسباب تثبيته لسعر الفائدة على المعاملات المصرفية لاستمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابقة،
وكان الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2 فبراير، وأسفر عن الإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 16.25% و 17.25%. وكان الاجتماع الثاني يوم 30 مارس، وأسفر عن رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.25% و 19.25%. أما الثالث كان يوم 18 مايو، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 18.25% و 19.25%. أيضا كما أشارت تقارير دولية إلى أن البنك المركزي المصري لن يتجه لتخفيف جديد في قيمة الجنيه مقابل سعر الدولار مع انحسار الضغوط الاقتصادية والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، وكذلك حسب ما توقعت مجموعة سيتي جروب الأمريكية. وكان قد أعلن البنك المركزي في بيان رسمي له يوم الخميس الموافق 6 يوليو الجاري بشرة ناصرة للمصريين، وهي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي بحوالي 146 مليون دولار ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار في مايو. وننتقل الآن إلى أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري. سعر اليورو سجل نحو 34.3 للشراء و 34.38 للبيع، أما الجنيه الاسترليني فبلغ نحو 39.38 للشراء و 39.74 للبيع. الدينار الكويتية 99.58 للشراء و 100.63 للبيع. أما الريال السعودية فبلغ نحو 8.19 للشراء و 8.22 للبيع. سعر الدرهم الإماراتي بلغ نحو 8.38 للشراء و 8.39 للبيع. وننتقل الآن إلى جولة مع أسعار الذهب، حيث شهدت أسعار الذهب عالميا ومحليا حالة من التذبذب المحدود، حيث تتحرك ما بين 20 جنيه ارتفاعا وانخفاضا. وأمس الثلاثاء انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمتوسط 10 جنيهات للجرام الواحد، وتراجع سعر الجنيه الذهب من عيار 24 والذي يدن 8 جرامات بنحو 900 جنيه في أيام، إذ سجل اليوم بحد أدنى نحو 17160 جنيها بعدما سجل قبل عدة أيام نحو 18040 جنيها. وأظهرت أسعار الذهب تماسكا منذ الأسبوع الماضي الذي شهد أسعار الدولار من جديد بعد تسجيله أدنى مستوى في 5 أشهر، لنجد أن تراجعات الذهب جاءت محسوبة دون أن يقوم بكسر أي مستوى دعم مما يدفعه لمزيد من الهبوط. لنجد أن التراجع الأخير في الأسعار كان تصحيحا سلبيا بعد التشبع الكبير في الشراء على الذهب. أما عن أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم فهي كالتالي: سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا نحو 2457 جنيها، وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2150 جنيها للشراء و 2145 جنيها للبيع. وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 1843، وأيضا سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17200 جنيه للشراء بدون مصنعية أو دمغة. وتحاول أسعار الذهب الارتفاع مستغلة بعض الضعف في مستويات الدولار الأمريكي، وكذلك بعد أن سيطر الهبوط على أداء المعدن النفيس خلال الأربع جلسات الماضية، يأتي هذا في ظل استعداد الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويستمر لمدة 2 يوم. فالأسواق تنتظر اجتماع الفيدرالي والذي متوقع بشكل كبير في الأسواق برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه، ولكن التركيز سيكون على بيان البنك وتصريحات رئيس البنك في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع.
إذن مشاهدينا، إلى هنا تنتهي هذه التغطية الاقتصادية والتي عرضنا فيها لحضراتكم أسعار الذهب والدولار محليا وعالميا. أشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.